بسم الله الرحمن الرحيم محاضرة النهاردة عن طبعا دي المستشفى اللي أنا بنتمي إليها وبعتز بيها واللي دخلتها من زمان قوي والحمد لله ربنا كرمني ولسه ستيل موجود. طبعا موضوع النهاردة بتاعنا هيكون short stature diagnostic simple approach. التايتلز بتاعتنا النهاردة أو المين توبكس لوكزولوجي بايوكيمستري راديولوجي والجينيتك تيستينج. طبعا في ديفينيشن للشورت ستاتشر. ديفينيشن للشورت ستاتشر تشيلدرن اقل من ماينس 2 ستاندرد ديفيشن وجوس هرمون ديفيشنسي لو اقل من 7 نانو جرام بير دي سي لتر. طبعا في العالم الشورت بيشكلوا 2.5% من التشيلدرن او من البوبوليشن وده ثيوريتيكال او استيميشن، ولكن لازم نخلي بالنا الانسيدنس بتاع الشورت من 1 انتو 4000 1 ان 10000 وفي اماكن معينه في ويلز وانجلترا 1 ان 35000 وال 5% عندهم بس اندوكراين ديس اوردرز. يعني 95% اوف تشيلدرن هو ار شورت ار نوت اندوكراين، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. فالشطاره ان احنا نلقط مين الاندوكراين ومين هو النون اندوكراين ديس اوردرز. و 95% من الاطفال اللي هم عندهم هايت فيلوسيتي اقل من 5 سنتيمتر او 4 سنتيمتر اند ليس ار نوت اندوكراين doesn't have any endocrine disorder as well. طبعا ده الباثوفيسيولوجي بتاع جروس هرمون وبيطلع من البيتيوتري، وعندنا طبعا بيبقى افكتد بالهايبوثالاموس اللي بيطلع جروس هرمون ريليزنج هرمون وبيطلع بيوصل للليفر والليفر بيطلع اي جي اف 1 وبيشتغل على الماسل والاديبوس تيشو واللينير بون، وعندنا طبعا حاجه ثانيه اسمها سوماتوستاتين ودوت جروس هرمون انهبيتنج هرمون. دولت الاطفال مجموعه من الاطفال في الحقيقه الكلينيكال فاريشن بتاع شورت ستاتشر مختلف تماما، يعني فري كلهم شورت لكن بات اول ار ديفرنت. فلو جينا شفنا اول واحد هنا دوت اول طفل هنا دوت نفكر في ايه؟ جوس هرمون ديفيشنسي. اللي بعديه لارون، اللي بعديه نونان سيندروم. لو شفنا بصينا بس على الفيس وشفنا التوزيس اللي موجود وشفنا الاي سلانتنج وشفنا اللوسيت ايرز وشفنا الديسمورفيك فيتشرز هيتشخص. اخر واحد دوت اللي هو اي جي اف 1 ديفيشنسي. لما نيجي هنا برضه شورت، لكن شورت وعنده كوشنج، واللي بعديه شورت لكن في مال نيوتريشن، وهنا طبعا هايبوثايروديز، واخر واحد اللي هو سيلفر راسل ديزيز. دول كلهم شورت ودول كلهم ممكن يتشخصوا كلينيكال. قبل ما نخش في اي تفاصيل قبل ما لازم نكون ايه محددين يعني كلينيكال مانيفيستيشنز ار ديفرنت، بس كلهم شورت. طبعا في فاكتورز افكتنج الجروس من اول الجينيتك فاكتورز والاندوكراين والاي سي جي اي والمال نيوتريشن وسيستميك ديس اوردرز وسايكولوجيكال ديس اوردرز از ويل. طبعا في عندنا حاجتين من شورت ستاتشر، نورمال شورت وتو شورت. النورمال شورت لو تشايلد شورت ماشي مع الفاميليال شورت او الميد بارنتال هايت، والتو شورت لو الهايت بتاع تشايلد از اواي فروم ذا فاميلي هايت فروم ذا جينيتك هايت. ده الديفينيشن، ده كل ما ده الستاندرد ديفيجن من ماينس 1 وماينس 2 وماينس 3، كل ما بنبقى ماينس 2 اند مور كل ما الفرصه ان هو بقى باثولوجيكال بتعلى. طبعا هنا عندنا طبعا عندنا تشارت وتشارت من ميد بارنتال هايت، وادي this child height is away from the mid parental height and he's more than minus 2 standard deviation for region 6. وطبعا ده هنا كمان بالنسبه للهايت فيلوسيتي. لو جينا شفنا الديفينيشن قلنا الهايت اقل من minus 2 لماينس 3 standard deviation، وده معناه ان هو اقل من ثيرد برسنتايل. والهايت ميد بارنتال هايت طبعا اللي هو هنا دوت طبعا لازم يكون away child height is away from the parental height by 1.6 standard deviation، هو حوالي من 8 ل 9 سنتيمتر. والجوز فيلوسيتي
لازم تبقى أقل من 4 سنتيمتر per year من 3 سنين and more. طبعا لازم نكون عارفين كويس قوي ان في normal short. النورمال شورت اهم اثنين كونسيشن ديلي اوف جروث اند ادوليسنس والفاميليا شورت ستيتش. وفي طبعا نون اندوكراين سواء كرونيك ديزيز زي سيليك ديزيز وكرونز ديزيز ورينال فيلير ورينال تيوبل اسيدوز. في الحقيقه كان عندي ولد من الاطفال اللي عندي يعني هي شورت وعمل تيوبلك جاز طلع رينال تيوبل اسيدوز. وي شودنت فورجيت ان في رينال تيوبل اسيدوز وده حاجه هيدن ما بناخدش بالنا منها لكن او سيليك ديزيز او عنده سيستيك فايبروز او عنده رينال فيلير يعني حاله جايب اسيدوتيك بريزنج اند رينال فيلير ومحدش واخد باله ان هيز ان كرونيك رينال فيلير. طبعا في ديسمورفيك سيندروم زي التيرنر وسيلفر راسل والنونان والشوكس وسبليتال ديسبليزيا سواء برادر ويلي او هايبوكوندوبليزيا والاي سي جي حاجه مهمه جدا والايسس. الاندوكاين طبعا الجوس هرمون ديفيشنسي والجوس هرمون ريزيستنس سواء لارون او برايم اي جي اف 1 ديفيشنسي وكوشنج سيندروم. طبعا لازم يكون في عندنا كلينيكال دياجنوزيس ولازم نشوف العيانين دول كان احنا جي بيز او جنرال بيدياتريشن مش ان احنا بنعمل براكتس او بنشوف حاله اندوكراين عشان وشودنت لازم نمشي كلاسيك نبدا من البيزك ونكمل. الابروتش اول حاجه الهيستوري. الهيستوري بيرسويت لانس جاستيشال ايج وده اهم حاجه فيها عشان نعرف هل ده اي سي جي اي ولا مش اي سي جي اي اي يو جي ار ولا مش اي يو جي ار. ولازم نشوف الميد بارنتال هايت ولازم نشوف كونسانجوس بيرنتس ولا لا عشان نخلي بالنا ان في جينيتك ديزيز والاوريجين دريشن في شورت ستاتشر والنيوتريشن ستاتس. كان عندي حاله هيموجلوبين 5 وجايه بشورت ستاتشر وطبعا كله كاتب طبعا مانجمنت طبعا for me I corrected the hemoglobin 5 and she was severe iron deficiency anemia and then we started the management with growth hormone. طبعا عندنا gastrointestinal manifestations واهم حاجه فيها الكرونز ديزيز. كرونز ديزيز ده هيدن ديزيز ما بناخدش بالنا منه لكن ده موجود وقعدت مده طويله حال لغايه لما وصلت لان هو بيبقى اسيمتوماتيك بلا سيمتومز وكان ده سبب الشورت ستاتشر مش سببه حاجه ثانيه. طبعا لازم نخلي بالنا من الابدومينال بين ونخلي بالنا من ماوس السرز عشان الاوتو ايميون ديزيز. ريسبيرتوري سيمتومز هايبوجلايسيا. طبعا عندنا طبعا في طبعا لازم نشوف هل في هيدك ما فيش هيدك. يعني حاله من الحالات شورت بيروح الدكتور رمض يقول له ده سكوينت وحاجه نورمال يروح مش عارف هيدك ما فيش وفي الاخر لما جالي الام ار اي طلع سيفير ماسيف كرينيوفارينجوما. وي شودنت ميس كرينيوفارينجوما الزوت از ريل لكن حاجه موجوده وافكتنج تشايلد لايف بالذات ان هو لو خد علاج the disease will be more progressive. طبعا ده الميجرمنت والميجرمنت من اول هايت ويت وبي ام اي وهايت فيلوستي وميد بارنتال هايت وبيرس ويت والجسنشال ايج. ولازم نخلي بالنا من الديسمورفيك فيتشرز. طبعا احنا قلنا الاكزولوجي قبل كده ونخلي بالنا من الديسمورفيك فيتشرز عشان الديسمورفيك فيتشرز ممكن تبقى كلو للدياجنوز من الاول خالص وده دكتور غاده هتكلمنا ديسمورفيك فيتشرز وسندروماتيك شورت ستاتشر يعني هتخش بالتفاصيل فمش هتطرق اليها. طبعا عندنا سيستميك ديزيز سواء كونجنتال هارت سواء سنترال نيرفس سيستم سواء ريسبيراتوري سيستيك فايبروزيس. طبعا لازم نعمل بيبرتال ستيجنج وبالتانر. ادي الديسمورفيك فيتشرز برضه دكتور غاده هتتكلم عليها بالتفصيل. ديسمورفيك فيتشرز النك والفيس من اول ويبنج اوف ذا نك والهير لاين والاي اوبننج والتيس والتانج والليبس. كلينيكال فيتشرز تخلينا نفكر ان احنا تو انفستيجيت شورت تشايلد. اول حاجه لازم يكون في عندنا ماركت شورت ستاتشر اللي هو اكتر من ماينس 2.5 ولو ماينس 2 ما فيش مانع ولغايه ماينس 3 ما فيش مشكله. والهاي سنتايلز اواي فروم ذا ميد بارنتال هايت. يعني كل عيل مش حاجه نازله قائمه بذاتها ده ليه اب وليه ام وليه جينيتك هايت وليه ميد بارنتال هايت. ولازم نخلي بالنا من لو في عندنا الهايت فيلوستي قليله والهايت فيلوستي اهميتها بتكون مرتبطه بالبيبرتال ستيجنج فدي حاجه مهمه جدا نخلي بالنا منها. وطبعا لو في كرونيك ديزيز او هيدن ديزيز سواء سلازيميا او
severe iron deficiency anemia, renal failure, asthmatic. ولو عندنا طبعا history of neonatal hypoglycemia أو في jaundice لازم نفكر في congenital hyperpituitarism. Dysmorphic features قلناها, pubertal delay, و extreme parent, يعني حتى لو الأب والأم قلقانين لازم we have to pay attention and we should listen to the parents. The baseline investigation routine, CBC, ESR, CRB, kidney function, calcium, phosphorus, liver function, ferritin, and we shouldn't forget tissue transuraminase because celiac disease is common, but sometimes or mostly it is subclinical or asymptomatic and it is hidden disease. And we have to measure total IgA. Karyotyping for each female, FSH for Turner, and TSH and T4 and TSH as well for hypothyroidism, and IGF-1 cortisol prolactin. Skeletal survey, لو احنا suspecting ان عندنا this proportion short stature, we extract the hand and wrist, عشان البنقيش. الحاجات ديت لازم نخلي بالنا منها ان احنا دول كلهم short children. قبل ما نفكر في حاجه اندوكراين هنفكر اول واحد ده نفكر فيه. This girl was abdominal distension. Celiac, yes, التاني. Simply malnutrition, مفيش مانع. أو ISS, but he's short as well. التالت. Syndrome, yes. Noonan syndrome. There's ptosis, there's lucid ears, there's eye slanting, these are Noonan. And this one? Hypochondroplasia, and the last one is Turner. Endocrine investigation, electrolyte, cortisol, prolactin, IGF-1, LH, FSH, free testosterone, estradiol, and thyroid function, and growth hormone suppression tested by two tests, and IGF-1 should be done as well. We prefer the NOLA with AML Maritain or ACTA, عشان نشوف البترن هي أو الترن دي بتاع IGF-1. طبعا في عندنا كلوندين وعندنا انسولين وعندنا جلوكاجون وعندنا ارجينين لازم نخلي بالنا طبعا ان احنا عندنا نورمال ثايرويد فانكشنز ولازم نعمل استيميشن للكورتيزول لازم يكون اكثر من 100 نانو مول بير ليتر وطبعا احنا بنعمل تيست مع الاي تي تي للادرينال اكس از ويل انكلودينج كورتيزول ولازم يكون في اوفر نايت فاست طبعا هل نعمل جوس هرمون لكل الاطفال شورت مجموعة نعمل لها مجموعة ما نعملهاش مين اللي نعمل له؟ نعمل له لو كان في هيستوري وفي فيزيكال اكزامينيشن ماشي مع جوس هرمون ديفيشنسي وهنتكلم عليه بعد كده او الهايت بلوستي قليلة او الاي جي اف 1 برضه قليل مين اللي ما نعملوش؟ لو شورت نورمال ويت نورمال هايت بلوستي نورمال بون ايج والاي جي اف 1 above the mean for age and 6 and nutritional and pubertal status as well. الجروس هرمون عندنا كت اوف فاليو ان هو more than 7 normal اقل من 7 ده في عندنا deficiency ومن 3 و7 طبعا ده بيبقى mild growth hormone deficiency واقل من 3 severe growth hormone deficiency. لو انا شفت الجروس هرمون سبيشالست اللي عمل دوت نقول ايه؟ عندي جوس هرمون 0.3 نانوغرام بير ملي لتر والتاني كان 25 والتالت 30 و17 و9 نعلق نقول ايه عليه؟ يعني نورمال ولا جوس هرمون ديفيشنسي؟ نورمال اكتر من 7 يبقى نورمال والاي تي تي دوت 0.1 0.2 0.3 0.4 هنفكر سيفير لانه اقل من 3 نانو جرام. طبعا عندي كورتيزول نورمال ودي حاجه مهمه جدا واهم حاجه نخلي بالنا منها ان يحصل هايبوجليسيميا. هايبوجليسيميا لازم السكر يقل عن يا اما اقل يعني لازم يبقى اقل من 45 او 50 او 40 حتى. طبعا لازم نخلي بالنا الاي جي اف 1 والاي جي اف 1 بيبقى افكتد بالنوع الاستي اللي بيتعمل والنيوتريشن ستاتس ولو في عندنا انفلاميشن والايج وجنرال هيلث اند بيبرتال ستيتس. البيزل اي جي اف 1 حاجه اساسيه في تشخيص الجروس هرمون ديفيشنسي ونحن نفرق بين هو جروس هرمون ديفيشنسي او نون جروس هرمون ديفيشنسي.
السنسيفتي بتاعته عالية بالذات للسيفير جروس هرمون ديفيشنسي والنورمال رينج لازم تبقى من اللاب اللي هو بيعمل الاسي لان كل لاب بيكون ليه اسي مختلف. لو حبينا نسال الشورت ستاتشر اهم دايجنوستيك تيست هل هو اي جي اف 1 هل هو اي جي اف 2 هل هو اسوجوس فاكتور بايندينج بروتين 1 2 3 لو نقينا حبينا نقي واحد نقي اي جي اف 1 اوكي وهنا لو جينا نقينا برضو أنه واحد في الأربعة دول هل نعمل شورت تشايل جروس هرمون ستيميشن تيست اند بيزل اي جي اف 1 ولا جروس هرمون بايندينج بروتين واي جي اف 1 جينيشن تيست ولا البيتيوتري ام ار اي ولا الاي جي اف بايندينج بروتين 3 طبعا جروس هرمون ستيميشن تيست هو الستاندرد ومعه طبعا البيزل اي جي اف 1 لو جينا قلنا نخلي بالنا واحنا كجنرال بيدياتريشن نفكر في الشورت ستاتشر لازم نطمن ان مفيش سيلياك ديزيز لازم نطمن مفيش كرونز لازم نطمن مفيش ريكيتس لازم نطمن ان العيان دوت مفيش تيرنر وبالذات الموزايك تيرنر الموزايك تيرنر بيبقى دايجنوزد في السويد عند سن مور ذان 14 ييرز مش عايز اقول 18 ييرز الموزايك تيرنر يعني موجودين ومش واخدين بالنا منهم ومفيش كلينيكال مانيفستيشنز يبقى الحاجات دي كلها لازم نخلي بالنا منها واحنا بنفكر في شورت تشايلد ان احنا نطمن ان مفيش عندنا الحاجات الاربع حاجات دي على سبيل المثال. طبعا عندنا البون ايج والبون ايج حاجه مهمه والبون ايج دي كذا طريقه اسهل طريقه في الاطلس بناخد اشعه ونقارنها باشعه ثانيه ونشوف السن قد ايه بس ده رف ميثود ويعني مش هو الاكيوت. التانر بقى هو اعلى حاجه وده بيبقى استيميتد ب 13 بون وكل بون بياخد نمبر او بياخد سكور والسكور بيتجمع وبيتحط على جوش شارت وبيطلع بون ايج. طبعا تايم كونسيومنج محتاج تريننج بس هو ده الموست اكيوريت. وطبعا في عندنا اوتوميتد بون ايج اللي هو بنسميه بون اكسبيرت وده عباره عن سوفت وير بيتحط على كمبيوتر وبيتشخص منه بيطلع منه البون ايج. ادي البون ايج، البون ايج بيعمل اسسمنت للسكيتال ماتيوريتي ما هوش تشخيص لجوش هرمون ديفيشنسي ما هو بس بيعمل استيميشن للفيزيكال ماتيوريتي. لو البون ايج ماشي هاند ان هاند ويز بيوبرتال ستيجنج يعني ال 16 هيبقى الايج بتاع البون ايج 16 وال 11 البون ايج 11 وال 5 ييرز البون ايج برضه هيبقى 5 ييرز وادي الاشعاعات من 16 ييرز و 11 و 5 ييرز للاطفال اللي كانوا قبلهم وادي الاطلس نحن بنعمل ماتشنج طب لازم خلي بالنا من حاجه لو انا عندي بنت وعمر العظم بتاعها 14 سنه ده معناه شي جيند 98% اوف هير هايت يعني almost خلصت لو بنوته ولو ولد عنده 14 يعني 14 سنه هي جيند 93% اوف هيز هايت يعني لنا نتخيل ان خلاص اباوت يعني مع البيوبرتي البون ايج يحصل فيوجن يبقى اللي فاض وات از ليفت از حاجات مينيمال مايلد فلازم نعمل اتنشن جامد جدا للاستيميشن للبون ايج طبعا البون ايج طبعا بيعمل كمان ديتكشن اي ابنورمال بون ديزيز وات ايفر سواء كان اوسوجينس بيرفكت او اي حاجه ثانيه طبعا لازم الراديولوجي حاجه مهمه جدا عشان وي شودنت مس الكرينيوفارينجيوما بالذات الام ار اي ويز كونتراست البيتيوتري ام ار اي نوت انديكيت فور سومون لو جوس هرمون نورمال طبعا مش هنعمل وطبعا محتاجين نعمل سي تي عشان لو في كالسيفيكيشن في الكرينيوفارينجيوما وطبعا والام ار اي عشان لو في سيبتو اوبتيك ديسبليزيا او اي اذر انتركرينيال تيومرز وي شودنت فورجيت انتركرينيال تيومرز بيتيوتري تيومرز وادي سيبتو اوبتيك ديسبليزيا عندنا وده الرنين بتاعها وادي كرينيوفارينجيوما اي تشايلد الجوس هرمون بتاعه اقل من 7 نانو جرام بير دي سي لتر اور بير مليمتر ماست هاف ام ار اي ويز كونتراست طبعا دي جينيتك تيستينج ودي اخر حاجه مهمه جدا طبعا في سبيشال طبعا كاريو تايبنج افيلابل وموجود وعارفينه لكن طبعا البرادر ويلي بيحتاج سبيشال تيست حاجه بنسميها ميثيليشن بانل وبعضهم بيكون عندهم مايكرو ديليشنز لان واحد صاحبي بيقول لي ما تشخص لما راح انجلترا هو عشان الجينيتك تيستينج بس مش عشان ان هو صعب تشخيصه لان هيز كلينيكال يعني بيبقى فيه كلينيكال دايجنوز اعلى شويه طبعا النونن طبعا بتعمل له دي ان اي وبيبقى في الباسواي بتاع الراس سيجنال باسواي وطبعا في حاجه اسمها نيكست جينيريشن سيكونسنج بانل وده بيشخص النونن جينز ده شكل جوس هرمون ديفيشنسي
ولا العروس الحلاوة يعني بيسميه دول لايك سمول شين فورهيد بتبقى بروترودد ميد فيشال هايبوبليزيا ذا بريزل بريدج نورمال بادي بروبورشن سمول هاند اند فيت والسبكوتينيوس فات بتزيد شويه بالذات على الترانك عشان عندنا جروس هرمون ديفيشنسي والهير بيبقى سبيرس والفويس از هاي بيتشد فويس ده الترنا مش هتكلم عنه طبعا الدكتور غادي هتكلم عليه بالتفصيل بس الهايت لو سيبنا الترنا الهايت بتاعهم بيبقى 20 سنتيمتر less than the normal less than the normal children normal girls it's too much وطبعا SGA 90% of SGA children catch up by 4 years وonly 10% هم اللي بيحتاجوا management فممكن نستنى ال 4 years اوروبا بيستنوا 4 years امريكا بيستنوا لغايه سنتين whatever سنتين او 4 سنين الاثنين صح طبعا لو الولد دوت لو قلنا دوت شكله ايه he looks like growth hormone deficient severe growth hormone deficient and this one brother Willie and this one is Noonan with ptosis and this one mild growth hormone deficiency and this one is Hashimoto's thyroiditis and this is ISS or malnutrition and the last one is silver russell dysmorphic features can diagnose dysmorphic features so we can diagnose by the clinical manifestations of the face this a lot of diseases the indication كلنا عارفينها طبعا في اوروبا حاليا 7 بعد اوروبا موافقت على نونان سيندروم وفي امريكا 8 عشان الاي اس اس متوافق عليه في امريكا من زمان واوروبا لسه lagging behind لكن احنا في اللجان عندنا بنستخدم الاي اس اس فاحنا more or less زي يو اس اي الاسسمنت طبعا لازم نخلي بالنا ان في ديفرنت ايتيولوجيز وان في عندنا اكزامينيشن وفي عندنا هيستوري وجن انفستيجيشنز ولازم الجروث هرمون سيميوليشن نخلي بالنا منه ولازم يعني ايفالويت اند اسس باي جروث هرمون سيميوليشن تيست اند بيز اي جي اف 1 والانفستيجيشن لازم تكون لوجيك ولازم تبقى ليد للدياجنوز طبعا at the end of the day عندنا ولد short child لازم يكون وصلنا لحاجة من الست سبع حاجات دول is he severe growth hormone deficiency is he mild growth hormone deficiency is he SGA is she Turner Noonan or ISS or skeletal dysplasia سبع حاجات دي لازم نخلي بالنا منها لان احنا لو عملنا investigations قد كده وما وصلناش لتشخيص فبقى احنا كده ايه ما فيش نتيجه فما وصلناش لحاجه لازم يكون على بالنا يعني مثلا لما بنيجي للاس جي اي لو لازم ناخد البيرس ويت اند از هي ابروبريت للجسيش ايج ولا لا عشان نوصل ل از هي اس جي اي ولا مش اس جي اي ليه الدوز مختلفه والبروجنوز مختلف وكل حاجه مختلفه لو ادينا الاس جي اي لو دوز مش هيبقى فانكشنينج لازم نشخص الترنر دوز حوالي 3 اضعاف النورمال 3 اضعاف جوس هرمون ديفيشنسي والنونن والاي اس اس از ويل والسكليتال ديسبليزيا ليها كونسترينز بتستخدم في دول محدوده في العالم زي اليابان وساوث كوريا اوروبا ما فيش خالص سكليتال ديسبليزيا معظم العالم ما بيعملوش حاجه للسكليتال ديسبليزيا طبعا ده ويليام هاملتون كان بيجي لنا مستشفى المعادي في الثمانينات اوكي حاضر وده اللي عمل لنا بدايه الاندوكرينولوجي او بداوا عند يعني مصر وده دونالدسون اللي هو برضه علمنا بدايه الاندوكرينولوجي اند ستيل معانا طبعا انا بحب احط الصوره ديت عشان ساركوزي شورت لكن كان رئيس فرنسا طبعا ثانك يو فيري ماتش